كلامك معنا على الهاتف رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأمير نواف بن سعد. مساء الخير سمو الأمير. أهلا وسهلا، مساك الله الخير أخ تركي، يا مرحبا. أهلا وسهلا ومساء الخير لك ولضيوفك وللمشاهدين برنامج كورة. سمو الأمير، سمعت حديث معالي المستشار قبل قليل عن بعض المخاوف أو عن بعض يعني أو خلينا نقول عن غضب واضح في حديث معالي المستشار على تصرفات الاتحاد الآسيوي اليوم. يعني يجي في بالنا الهلال مقبل على مشاركة آسيوية أو نهائي آسيوي، مش مشاركة، والهلال واحد من الأندية الذي ظلم نهارا جهارا في نهائي كان فاضح أمام فريق سيدني الأسترالي، وكان يعني قبله منتخبات سعودية شاركت وكان في مشاركات غريبة تصير في التصفيات. اليوم في أي قلق عندكم سمو الأمير قبل النهائي؟ طبعا أنا استمعت لمداخلة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة وتعليق الضيوف الأخوان محمد والأخ عيد، وطبعا الناحية اللي قال الأخ محمد عضو في اتحاد القدم ويعرف خفايا البعثات، والأخ عيد يعرف التعامل الإعلامي وما طالب به الإعلام السعودي من قبل، وقبلها مداخلة معالي الرئيس اللي لابد أنه حريص كل الحرص على الرياضة السعودية، وهذا يسرنا احنا كأندية الحقيقة أنه نجد من يرأس مجلس إدارة الهيئة يقوم بمهمة الدفاع عن الأندية السعودية والاتحادات السعودية واللجنة الأولمبية والأندية جميعها. هذا طبعا يعني مهمة الأندية تخف قليلا حينما تجد رجل يرأس هذه المؤسسة ويدافع عن حقوق الأندية بالتأكيد. وأكيد أنه عنده أشياء حسب ما فهمت من حديث معالي الرئيس أنه ما يبغى يتطرق لها الآن، ولكن لديه بالتأكيد معلومات يمكن تخفى عنا نحن كأندية، ولكن لديه بالتأكيد معلومات مؤكدة. خلينا نتكلم الآن عن اللي يخص نادي الهلال. طبعا برجع برضو الحديث الأخ محمد لما قال عن بعثات المنتخب، أنا أيضا من تشرفت أن يكون عضو الاتحاد كرة القدم في 2001 واستمريت ورأست، شرفني الأمير سلطان كلفني في الأيام هذيك بأني أرأس بعض البعثات، وشفت التعامل الحقيقة من قبل الاتحاد الآسيوي. والجميع يذكر أيضا تصريح الأمير سلطان 8 سنوات عن التحكيم في الاتحاد الآسيوي وكيف نواجه مشكلة كأندية ومنتخبات، أعتقد أنه تصريح شهير كان له. ومن هذاك الوقت ومن قبله وإحنا نعاني الحقيقة كأندية وكمنتخبات من التحكيم الآسيوي. أنت استعرضت من شوي النهائي الشهير اللي كان، يعني أنا أعتقد أنه لازال الحديث عنه، وهذا يدل على أنه في ظلم تحكيمي كان واضح صحيح لنادي الهلال. والدليل أنه الحديث يعني ما كانت غلطات عادية أنها بعد المباراة بيوم أو يومين تنسى أو حتى شهر، مستمر الحديث عنها حتى الآن. ونأمل الحقيقة أنه النهائي القادم أنه ما يكون مستوى التحكيم كما هو كان في الذهاب والإياب. حتى مباراة سيدني كان التحكيم سيء جدا، ترى تحدثنا عن نيشيمورا لأنه غلطاته كانت يعني لا يمكن أن حتى الكاره للهلال ما يمكن أنه يقول أنه نيشيمورا ما غلط، ولكن حتى مباراة الأولى اللي في سيدني كان فيها غلطات واضحة. نأمل إن شاء الله أن التحكيم يكون على قدر الحدث، أنه ما يتم اختيار الحكام والمقيمين واللجان اللي تحضر هنا أنها تكون فعلا على قدر المسؤولية، وتعرف أنه هذا النهائي نهائي كبير جدا، نهائي مهم جدا، ونأمل إن شاء الله أنه يكون الموضوع فيه عدل. إحنا ما نطلب شيء لنا استثنائي، إحنا نطلب العدل فقط لا أقل ولا أكثر. أرجع لك الآن على نقطة مهمة. كمل أسمعك. حتى مستوى التمثيل، مستوى التمثيل اللي تعرف الاتحاد الآسيوي كل مباراة أو كل نهائي أو كل نصف نهائي الذهاب والإياب يطلبون من النادي المستضيف تأمين الحجوزات والترتيبات للوفد الآسيوي القادم، وهذا متعارف عليه. تفاجأنا في نادي الهلال، تفاجأنا الحقيقة أنه ممثلين النهائي من الاتحاد الآسيوي على أضعف مستوى. طبعا يعني نرحب فيهم بالتأكيد في المملكة العربية السعودية، يعني بلد مضياف وأهلا وسهلا بالصغير قبل الكبير، ولكن يجب أنه نهائي مثل النهائي الآسيوي على الأقل، خلينا نقول رئيس الاتحاد الآسيوي حيحضر يسلم الكاس في المباراة اللي بتكون في طوكيو أو في اليابان، لكن النهائي اللي حيكون في الرياض الذهاب، هل من الممكن أنه يقام بدون وجود الأمين العام ولا الأمين العام المساعد ولا رئيس لجنة الحكام؟ أعلى مستوى، أعلى مسؤول
حيجي وهو رئيس لجنة المسابقات والباقيين كلهم موظفين وسكرتارية. يعني حتى الحكم حتى المراقبين كيف يشعرون أنه فيه اهتمام لها النهائي، بينما اللي حيقام في طوكيو الجميع حاضر. النهائي مكون من مباراتين، في مباراة سيدني كان موجود الأمين العام في سيدني، وكان موجود الأمين العام المساعد، وكان موجودين رؤساء اللجان. حتى هذه اللحظة أرسلوا لنا 17 اسم، ما في أي مسؤول تستطيع أنك تقول أنه من المسؤولين المهمين في الاتحاد الآسيوي سيحضر هذا اللقاء. أنت إيش تقرأ من هذا التصرف سمو الأمير؟ والله هو تصرف غريب. يعني أنا أعتقد أنه لما تحكي عن الأندية الآسيوية أهم شيء في الاتحاد الآسيوي هو نهائي هذه البطولة كأندية كمستويات أندية. إذا ما كان الجميع موجود وحاضر والحكم يشعر والنادي يشعر الجهة المنظمة تشعر أنه في مراقبة قوية عليهم في كل شيء، معناته أنه ما أعرف، والله أنا ما أعرف كيف أفسرها، ولكن الأكيد أنه شيء أنه تصرف غير موفق. ما بروح لسوء النوايا، ولكنه تصرف غير موفق. تشعر يعني بأي قلق قبل المباراة القادمة بصراحة؟ والله يعني شوف خليني أقول لك، على مستوى الفريق عندنا والله الحمد لا إن شاء الله، يعني متى ما كان، شوف يعني خليني أقول لك، لو فريقنا مثلا ما كان في يومه المباراة لا قدر الله، يعني بالتأكيد بنقول ما كان في يومه، يعني بغض النظر عن التحكيم سيء أو غيره. أذكر مباراة فزنا فيها على فريق في الرياض بنتيجة 4، تحكيم سيء وإحنا فايزين 4، صرحت أنا أنه التحكيم كان سيء. مباراة آسيوية ممكن تفوز ويكون التحكيم سيء أيضا، ممكن تنهزم من عطاء الفريق وقتها، يعني ما حنخجل أن نقول الفريق ما كان كويس. أي. كل ما يقلقني هو عدم اختيار الناس الأكفاء لإدارة مثل هذه المباريات. الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، عندك أي إضافة تحب تقولها؟ أنا والله أحب أشكر معالي الرئيس على اهتمامه الحقيقة وعلى يعني حرصه الشديد، وبالتأكيد لما يكون مسؤول الأول عن الرياضة في البلد يقوم بالمهام اللي تحمي أنديتنا وتحمي رياضتنا ويتصدى لها، أكيد أنه بيخف نسبة شغل علينا كبيرة في الأندية. كل التوفيق لكم سمو الأمير. شكرا الله يسلمك.